مشاهدينا طب العيون في سؤال وجواب، وده تقريبا منهج برنامجنا اللي احنا بنقدمه، هو عبارة عن سؤال وجواب. وفي الفترة القادمة إن شاء الله كل أسئلة السادة المشاهدين واستفساراتها هتكون برضو على هذا النسق، بحيث إن احنا نستفيد بشكل جيد. طيب دكتور، خليني أسألك سؤال فيما يتعلق بالجلوكوما. هل لو حد جاله جلوكوما في إحدى العينين تصيب العين الأخرى؟ في غالبية الناس الجلوكوما بتبقى في الناحيتين. نعم. عدد اتفقنا من شوية الجلوكوما الخلقية ممكن تبقى في عين أكتر من العين الثانية، لكن في غالبية الناس بتبقى الجلوكوما مرض مزدوج بيحصل في العين دي وبيحصل ارتفاع ضغط العين ده هنا وهنا. بالظبط. طيب هل بيبقى سبب حاجة معينة؟ يعني اتفقنا من شوية ان هي بتخش فيها عوامل وراثية، يعني بيكون حد من الأقارب درجة الأولى الأب أو الأم عنده. تاني حاجة مشاكل معينة في تركيب العين زي بعض الأمراض اللي بتولد بيها الناس، في خطأ ما حاصل في تركيب العين، أو الأمراض المكتسبة زي المية البيضة، أو استخدام الكورتيزون في هيئة قطرات لفترات طويلة. كل دي حاجات ممكن تؤدي إلى أن شخص يحصل عنده ارتفاع في ضغط العين. لكن في حاجات تانية زي قلت لحضرتك من شوية أنها بتحصل فجائية، اللي هو الارتفاع المفاجئ، حاجة اسمها سدد في مجرى السائل اللي جوه العين. ده بيحصل دايما مع تقدم العمر عند بعض الناس، وده زي ما اتفقنا أنه حالة من ضمن حالات الطوارئ. لو في الخال او العم او العمه او بعيد ممكن يكون برضه الشخص مصاب؟ ولو كان الاب والام عندهم، هل احتياطات، هناك احتياطات للشخص اللي عنده الاب او الام او الجد او الجده؟ احنا اول نصيحه قدمناها قلنا ان احنا نكشف على الطفل اول حاجه اول ما يتولد، وتاني حاجه عند دخول المدرسه، وبعد كده ممكن لو يا عم هنقول كل سنتين كل ثلاث سنين مش مهم. رغم ان المفروض دلوقتي الدنيا بقت أسهل بفضل الله، المراكز بقت متوفرة وموجودة في كل حتة، وطب العيون عندنا متطور لأقصى درجة، وعندنا كل الأجهزة الحديثة، حتى مستشفيات وزارة الصحة متوفر فيها أجهزة الفحص الحديثة والكمبيوتر وكاميرات تصوير الشبكية والأوسيتي الأشعة المقطعية، كل الحاجات دي موجودة. وحتى اللي عاوز يعرف احنا ممكن ندله، يعني احنا مش لازم اللي يجي يكشف عندنا، احنا بنقول للناس بنحاول ندلهم على الطريق، وده ربنا عالم انه ده منهج احنا ماشيين عليه فعلا. الناس اللي بتتعامل معنا عارفة ان الهدف ليس ربحي ولا مادي، احنا بنحاول ندل الناس على علم ينتفعوا به. بنقول للناس روح في المكان الفلاني هتلاقي المكان ده على قد امكانياتك. ما زلت بفضل الله والله اعلم ان احنا بنحول ناس يعملوا قرارات على نفقه الدوله لظروفهم، او بنساعد بقدر المستطاع لو كانت العمليه كبيره ومش متوفره في مستشفيات وزاره الصحه. ربنا يجعله في ميزانك دكتور. يعني ما بقاش في حجه ان المريض يكشف ويطمن على نفسه، روح وشوف، لانك لا قدر الله ممكن صح تبقى مشغول في شغلك لاقصى درجه، وهمك هو انك تجمع الفلوس عشان تعيش كويس وتاكل ولادك وتخليهم يتعلموا، لكن لما هتفقد البصر كل ده هيروح. صحيح. صحتك موجوده. صحيح. وكل حاجه سليمه. صحيح. لكنك ما بقتش عارف تشتغل. صحيح. ودلوقتي انت محتاج اللي حوشته تصرفه عشان تحاول ترجع جزئيا. فالوقايه خير من العلاج، دي جمله لازم تبقى عند كل المصريين وكل اخواننا العرب، عشان نعيش باذن الله في صحه وسعاده باذن الله مدى الحياه. دكتور فاضل اعتقد دقيقه ونص على ختام الحلقه، لكن انت قلت انه في العلاج بيبقى عباره عن تقييمات تفصيليه، لكن هل هناك طرق حديثة في العلاج فيما يتعلق بالجلوكوما في سريع؟ فعلا التقنيات المستخدمة حاليا احنا بنستخدم دلوقتي حاجة اسمها نون انفيزيف سيرجري، جراحات ما بتتدخلش جوه العين خالص. ده احنا بنجريها كلها يا اما عن طريق الليزر من الخارج، لو كان ضغط العين وصل لدرجه مفرطه ومش قادرين نسيطر عليها بنستخدم نوع من الليزر اسمه الدايود ليزر، ده استبدلناه بحاجه قويه جدا كانت بتتعمل قبل كده اسمه الكرايو، والكرايو ده كان حاجه تدميريه للعين، فاصبح عندنا بدل الكرايو اللي هو الكيب التبريد الدايود ليزر للناس اللي عندهم ضغط عين مفرط مش عارفين نسيطر عليه، اصبح عندنا حاجة اسمها الليزر الاختياري بيخش جوه أجزاء معينة في الأنسجة المسؤولة عن تصريف سائل العين وبيفتحها ويخلي المجرى طبيعي. عندنا أدوية متقدمة ومتطورة وبتشتغل بتقنيات عالية جدا بتحسن أداء الدورة الدموية وبتحمي العصب البصري من حدوث تلف أو ضمور، فبالتالي بنحافظ أطول وقت ممكن على رؤية جيدة إن شاء الله. دكتور في أقل من 20 ثانية، هل نصيحة عامة حول موضوع الجلوكوما للناس؟ حطه في دماغك وفكر في مصلحة عينك وشوف هل زيارة بسيطة للدكتور ما تستاهلش انك تحافظ بيها على عينك؟
وفعلا دي كلمة جميلة في الحقيقة. زيارة بسيطة للدكتور العيون مش هتخسرني حاجة عشان ما اخسرش نور عيني اللي انا بشوف بيه. مشاهدينا كنا معكم على ما مضى من وقت وتعرفنا بشكل جيد على الجلوكوما او المياه الزرقاء. نرجو نكون قدمنا ليكم حلقة طيبة. اشكر باسمكم الدكتور عصام حسن استشاري جراحات العيون والليزك. شكرا ليك دكتور عصام. شكرا ليك يا استاذ. ربنا يبارك فيك ويجعله في ميزانك. امين يا رب العالمين. وشكرا موصول ليكم على حسن المتابعة ولأسرة العمل. الى اللقاء.